لا الناس قبلنا ايه ده، الناس بتحبك بجد مش هزار يعني. انا ما شفت الحمد حد لله الا ودايما يشكر فيك بصراحه. الحمد وبعدين لله، ربنا يديمها نعمة يا رب. طبعا يعني انا عجزت بقدر ان انا اكيد ما بربطش ما بين الشخصيه اللي مثلا بيمثلها دياب وما بين حياته ايوه الحقيقيه يعني. ف ايوه لكن اكيد. دايما كان لافت للنظر ليا ان انا مثلا لما بتيجي السيره ومش عارف يقول لك ايه ده دياب، ده انت لو قابلته هتلاقي شخص طيب. اقول لهم يا ايوه رب يا جماعه اكون عادي كده يعني. فعلا. محمود المليجي رحمه الله عليه كان من اطيب خلق الله، وعلى الشاشه شرير واستاذ شرير. عادل، او استاذ عادل ادهم كمان، طبعا كنت بسمع ان هو يعني طيب طيبه رهيبه. بتقدر ازاي؟ ما هي بقى هي المساله بقى اللافته دي دايما للنظر واللي بتخلي الواحد يقعد يفكر. ايوه الفنان اللي بيقوم بدور الشرير ده بيجيب قوة الشر دي منين؟ اللي بيقدر يجسدها على الشاشة وهو بطبيعته شخص عادي يعني، طيب وعادي وبيغضب وبيضحك أكيد وبيسامح وما بيحبش أحيانا إلى آخره، بس طاقة الشر اللي بتطلع لدى الفنان اللي بيجسد دور الشرير بتجيبها أنت منين يا دياب؟ بص، أنا بحس، معرفش الكلام اللي أنا هقوله ده أكاديمي ولا لأ، ها لأن أنا مش أكاديمي، لأن أنا بشتغل الشغلانة بإحساسي وبحاول أذاكر يعني بشكل بدائي شوية، بعد اوكي يعني يمكن البدائي ده التقي مع الأكاديمي في حاجات، بس أنا بشتغلها زي ما أحسها. ماشي أنا بحس إن أنا في المقام الأول لازم أصدق إن أنا الشخص ده وأصدق دوافعه. لو صدقته وصدقت دوافعه هبقى هو.